بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في الندوة التثقيفية 38 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد. 6 أكتوبر يوم عظيم ومشهود تجلت فيه القدرات العالية للقوات المسلحة، وظهرت فيه وحدة صف الجيش والشعب، وخرجت منه أسمى معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن. بسم الله الله أكبر، ربنا ألهمنا بيها في اليوم ده، ثبتت قلوبنا ورفعت من الهمة والعزيمة. بسم الله الله أكبر كانت علامة التأييد ومهدت للنصر المجيد. بسم الله الله أكبر كانت البداية، وخير بداية لاحتفالنا بيوم النصر العظيم آيات بينات من الذكر الحكيم.